كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبي. عامل ايه؟ وانت طيبه حاجه. هتنزلي فين تتفسحي فين في العيد؟ التحرير. ورحتي استنى وكلنا من كنتاكي. وكل عام وانتم بخير يا رب كده وبلدنا تكون بخير. لقيتكم حاجه وانتم نازلين؟ لا والله بامانه. لا الشرطه موجوده ولا لا؟ الشرطه ما شاء الله موجوده واخر جمال. ربنا يا ابني يحرسكم يا ابني ويحرس بلدنا يا رب. احنا عايزين تبقى بلدنا خير والله يا ابني. بلدنا يبقى خير. كل سنه طيب. حضرتك طيب. يا رب. اسم مدام احلام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك نازله فين تتفسحي فين؟ انا نزلت السيده نفيسه عشان كان في كاتب كتاب هناك ونزلت التحرير شويه انا والولاد وجايين نخش السينما ان شاء الله. هتخش فيلم ايه؟ الحرب العالميه الثالثه. بالتوفيق. ربنا يخليك. صوت. اسم طار. طار. في اي مضايقات حصلت او اي حاجه؟ ايوه في حصل. ايوه انا شفت بعيني حصل بس يعني مش زي كل مره الصراحه. طب الشرطه متواجده ولا؟ وحمله ضد التحرش كانت نازله النهارده شفناها والشرطه كانت ما شافش. شكرا اول. مقسمينها هنا ايه؟ شباك للحريم وانتظار للحريم والعائلات. والشباب واقفه في ايه؟ كل واحد شباك للشباب وانتظار للشباب هنا بس. ايه الطريقه اللي بتتعاملوا بيها يا فندم لو في حاله وجود اي حاله تحرش او شبهه فيها؟ بيتم اتخاذ الاجراء القانوني معاه. تحفظ يعني على بيتحفظ وتعمل له محضر. لو في مبلغه بتيجي تعمل محضر ضده تمام والاجراء القانوني بتتاخد معاه. لازم يتعمل بلاغ من النساء ولا حضرتك اللي بتعمل دوت بنفسك؟ لما بيتم ضبط حاله بيبقى في مبلغه اكيد في مجني عليه فلازم هتتهم. بس لو ما فيش بلاغ يبقى ما فيش محضر؟ لا حتى لو ما فيش بلاغ احنا لازم يبقى فينا عشان نمنع حاله حاجه اسمها تحرش ده. ربنا معاك يا فندم. ربنا يخليك. لحد الان يعني احنا النهارده من الساعه 9 صباحا رصدنا 6 حالات. امبارح كان عندنا 45 حاله تحرش كان فيهم لفظي وجسدي وكان في حالات جماعيه وحالات فرديه. النهارده 6 حالات كلهم كانوا فرديين. هم يعتبر السبب الاوحد ليهم او ان هو الازدحام على شباك التذاكر. 6 حالات اللي مسكناهم النهارده وديناهم نقطه التحرير. خدوهم نقطه التحرير اتعمل المحضر اللازم حيالهم وعرضوهم على اسم قصر النيل. اتحفظ المحضر هناك وودوهم نيابه قصر النيل. هم دلوقتي محجوزين في النيابه على ذمه القضيه. الشرطة متواجدة بشكل مكثف ولا لا؟ الشرطة موجودة معانا بتسهلت لنا حاجات كتير قوي. وبعدين كمان الإنقاذ السريع موجود معانا. الحماية المدنية كمان موجودة معانا موفر لنا حاجات كتير قوي بشكل خاص يعني بعيد عن الأعياد اللي قبل كده أو المواسم اللي قبل كده. الموسم ده الشرطة متوفرة معانا جيد جدا. وبعدين معانا أصلا دوريات أمنية شغالة معانا. إحنا كحملة إمسك متحرش معانا دوريات أمنية ومعانا حماية مدنية شغالة معانا بتسهل لنا الأمور يعني عشان أنا لما معايا القبضة الأمنية ببقى معايا حد أروح أجيبه. نازلين مأمنين الشارع من ايه بالظبط؟ تهرش والخطف والنشل والحاجات دي يعني. ضبطتوا حالات معين؟ في البوكس. تمام ماشي. شكرا. ماشي.